عم بتقول انك انت كنت عم تراقب وشفت الحادث، معناته غالبا السي دي مع الشوفير. بس عجيب، ليش قال لك اقتله؟ تعرف انا لازم ادور على هذا الشوفير، على القليله بمسك طرف الخيط. بس قبلها لازم اسال سوسن على الاسماء اللي ذكرتها، بلكي طابقوا. اذا طابقوا معناته السي دي هو نفسه. بس اوعى يا مسعود، اوعى تجيب سيره اني ما قتلت منير، اوعى تفتح هذا الموضوع لحدا دخيلك. لا يا ابو جبره، لا لا توصي حريص. اوعك اوعك تجيب سيرتي او سيره المعلم قدام الشوفير اذا لقيته، بتخرب بيتي. ها ليش بقى؟ ما انت انقذته من القتل يا زلمه. ما بتعرف شو بيطلع منه، بيصير بده يشتكي وبده يعرف مين اللي خطفه، وساعتها بيفوتنا بمشاكل نحن بغنى عنها. بس اذا قلت له عني ساعتها بتكون عطيته طرف الخيط ليوصل للمعلم، وساعتها المعلم رح يخلص علي. فهمت عليك. طبعا طائر عقلنا بالبيت، هلا رجعت لنا الحياه يا عمري. الحمد لله على سلامته. انا مبسوط انه رجع بالسلامه، مبسوط لانه بدي اشوفك بكره. بكره؟ ايه بكره، مضى غير كم يوم لدوام المعهد، خلينا نداوم ونكسبه. هو الحق علي، تعطلت انت هاي الفترة كرمالي. ما تعطلت؟ ايه بلا غلاصة، تعي بكرة مشتاق لك كتير. ماشي حاضر يا قلبي. هيك ها، هلا الواحد بيدرس من قلبه. ايه مريم، ايه ماشي، يلا انت بس ترجعي من الاد ايه حاكيني. ها ايه ماشي اوكي، باي باي باي. خلاص واخيرا بكرة اخر يوم فحص. ايه يلا كتير منيح، لازم تشدي حيلك لانه انت تعطلتي بهي القصه اللي صارت مع بابا. ايه مو لصالحك. اهلين مريم، لك وينك انت؟ وينك؟ اشتقت لك كتير. ايه ما صح اللي خبرك انه البابا رجع. ايه الف الحمد لله. حبيبتي مو هلا كنتي عم تحكي معه؟ ايه اشتقت لك كتير حبيبتي. يا الله، معقولة بكره يجي معتز؟ أصلاً ما عاد إجا ليشوفني، يمكن تركني. إن شاء الله يجي بكره. يا الله،
ليش معتز ما عاد اجى ليشوفني؟ معقول لاني ما رضيت اقعد معه؟ والله اذا اليوم ما شفته بجن. صباح الخير. صباح النور. شو وأخيراً آخر فحص؟ وأخيراً آخر فحص. يعني ما رح نشوفك على التكميلة؟ مستحيل، ولا أي مادة، لو قد ما جمعت جمع. يلا أنا رايحة، باي. باي حبيبتي، الله معك. باي. الله لا يحرمني من هالطلة، إلهي. الله يسلمني هالإيدين يا ميها. بدياتك بتعرف قعدتك معي هالمشرف في جامعة بتسوى عندي ملايين الدنيا. خليلي يا شو هالغزل الصباحي هاد؟ استحي يا بنت. صباح الخير يا أب. صباح الخير يا حبيبة بابا. شو؟ بدك أعمل لك فطور؟ لا لا، بدي روح دغري على الامتحان، رايحة أكسر الدنيا اليوم بالفحص. يا حبيبي ادعولي. إيه؟ موفق. الله معك. موفق. الله معك حبيبتي، الله معك. والله أنا كمان بدي أروح على الشغل. شلون بدك تروح على الشغل وانت تعبان لسه ما ارتحت؟ يا ميهام البيت ما بيرحم. طيب ماشي، بس بتعتني بحالك. ايه. لا تتعب. نعم. لا تطول، عملت لك كوسة محشي اليوم. أمرك. طيب اشرب معي فنجان قهوة قبل. من عيوني. سلم الإيدين يا ميهام. الله لا يحرمني. يا الله. ما عاد فهمت شي. إذا أهل إيفا اللي خطفوه، ليش ما طالبوا بالسي دي؟ إيه بس ما في غيرهم، مين بده يكون يعني؟ بعدين هاي غطتها مو عاجبني. الظاهر يا أيها لازم تبلش ترد على كل شي، لازم رد عليها وعلى أخوها وعلى عيلتها كلها. صباح الخير. لك شبك ليش هيك واقفة؟ ليش ما عم بيحاكيكي؟ لك شوفي. خلاص ما بعرف ليش، امشوا خلينا نفوت هلا متأخر على الدوام. يلا. الو. صباحو حبيبتي. حبيبتي؟ ولك ايه حبيبتي وعمري لكان شو؟ تعال هون، انت من امتى بتفيق بكير؟ احكي شو القصة؟ قال لك شغلة بصراحة، أنا اشتقت لك كثير وفقت بس كرمال شوفك. أنا كمان اشتقت لك كثير، بس صاير عنا مشاكل كثير بالبيت. أوف يا حبيبتي، مو قد مشاكلي. خير شوفي. هلا قومي البسي وزبطي امورك وانزلي لفتره، يعني لنفطر ونحكي بالقصص. طيب يلا باي. ايش هالصباح الحلو هذا؟